رجعنا للنص الحالي او المسوده نجد انها تتناول هذا المشروع في مواد اربعه، ماده 5، ماده 17، ماده 30 والماده 35. الماده 5 لم تاتي بجديد لانها نصت على نفس المقتضيات المقتضيات ماده 5 الموجوده في القانون الحالي، وهو ان الذي له الحق ان يزاول محامي المغرب ينبغي ان يكون مغربيا حامل الجنسيه المغربيه مع استحضار مبدا الاتفاقيه الثنائيه تسمح للمواطن الدولتين لمزاولة المحاماة في إطار المعاملة الدولية. هناك مقتضى جديد أتت به المسودة ويمكن أن يكون نقاش كبير جدا، وهو ما يعرف بالتعاون. هذا المقتضى ديال المادة 30 تنص على أنه يمكن للمحامي المغاربة أن يبرم عقود التعاون مع المحامي الأجنبي بطبيعة الحال بعد مراقبة النقيب، وأن المحامون المغاربي يزاول في إطار هذه عقود التعاون بالأصالة، مع العلم أن طرحت مجموعة من الإشكاليات فيما يخص مسؤولية المحامي المغربي في علاقته بالمحامي الأجنبي التي لم يتطرق إليها النص. كذلك أنه نص على أنه يمكن أن توضع في رأسية المحامي المغربي اسم المحامي الأجنبي المتعاون معه، مع استحضار أن ما الهدف من وضع هذه الرأسية إذا كان المحامي المغربي يزاول بالأصالة أو يمارس بالأصالة. هذا المقتضى بطبيعة الحال هو تناولنا للقانون المقارن، نجد بأنه موجود حتى في القانون الجزائري، مادة 73 من القانون الجزائري، وإذا حاولنا أن ننظر إليه على المستوى الواقعي نجد بأنه التعاون كان على مستوى المؤسسات المهنية، بمعنى أن المؤسسة المهنية مجالس ونقابات كانت تبرم اتفاقية توأمة مع نقابات وهيئات أجنبية في إطار مبدأ التكوين ومبدأ التعاون ومبدأ المعاملة الدولية فيما يخص المجال الحقوقي والمجال القانوني. هناك نقطة أخرى ونقطة الرابعة اللي جاء بها المسودة واللي تطرح إشكال كبير جدا، وهي المرتبطة بالمغاربة الحاملين الجنسية المغربية الذين يزاولون خارج التراب المغربي. فهذه المسودة أعطت الحق لكل المغاربة الحاملين الجنسية الذين يزاولون في بلدان أجنبية بدون الحديث عن اتفاقية ثنائية أن بإمكانهم أن يقوموا بتسجيل لدى هيئات من هيئة المحامي المغرب بدون قيد أو شرط. وهذا إشكال كبير جدا على مستوى الواقعي وعلى مستوى الموضوعي وعلى مستوى الحقوق وعلى مستوى القانوني، لأننا نعرف بأن المحاماة هذه هي مهنة تقنية مرتبطة بالكفاءة والتكوين أكثر مما هي مرتبطة بالجنسية. حتى على مستوى كرة القدم أنه ممكن نجيبوا لاعب مغربي حامل جنسية خاصة تكون فيه الكفاءة. إذا لا يمكن لا يعقل أن نفتح مجال ونعطي حقوق وحرية الأطراف لشخص مع احترامي لرغم انه حامل الجنسيه المغربيه ولكن ليس لا علاقه له بالقانون المغربي. اذا هذه نقطه لابد من النقاش فيها او تعمق النقاش فيها لكي لا نضرب على الحائط مجموعه من المبادئ الحقوقيه ومجموعه من المبادئ القانونيه اللي كتطلب كفاءه بالنسبه للمحامي ككل. هناك نقطه اخرى وهي مرتبطه بالمحامي الاجنبي في اطار اتفاقيات. نعود الآن في اتفاقية ثنائية، وكما قلت في الأول أنا لحد الآن كاين ثلاث اتفاقيات اللي هما تونس الجزائر والمغرب اللي عندهم الحق أنهم يزولوا في هذا الإطار. هذا المشروع أو المسودة ألغى ما كان يعرف بالمعاملة الملكية، وهي مرتبطة بضرورة الإلمام باللغة العربية والقانون المغربي، واقتصر فقط على الإلمام بالقانون المغربي بطبيعة الحال، مع استحضار أنه يمكن إجراء امتحان إذا لم يكن الشخص أو الزميل حاصل على شهادة الأهلية بطبيعة الحال، يمكن إجراء امتحان لتقييم معرفته أو إلمامه بالقانون المغربي، وهذا الامتحان سوف ينظم بنص خاص أو بنص تنظيمي. هناك نقطة أخيرة واللي هي مربط الفرس كما يقال، وهو الاستثناء التي أتى بها المسودة والذي لم يكن موضوع نقاش لا مستوى المحامي على مدار 10 سنوات بالنسبة لجمعية المحامي المغرب، ولم يكن مطروح كذلك حتى مستوى منطقة صحة منظومة العدالة، وهو أنه أصبح بإمكان وزير العدل أن يمنح إذن خاص
لأي محامي أجنبي بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمها، إذا كان هذا المحامي الأجنبي تربطه أو يربطه عقد مع شركة لها مشروع استثماري في المغرب، مشروع استثماري أو صفقة في المغرب، لأن أنه يمكن أن يدنه سيد وزير العدل ويسجل في لائحة خاصة لدى الهيئة الذي يتواجد بها هذا المشروع الاستثماري. إذا كان هذا المشروع الاستثماري يتجاوز دائرة قضائية للمحاكم الاستئناف فيسجل في لائحة هيئة المحامين بالرباط. إذا ما حاولنا أن نحلل هذا الفصل سنجد فيه مجموعة من الصعوبات ومجموعة من التغيرات التي يمكن خلالها لكل محامي في العالم أن يزول في المغرب. كل محامي في العالم أن يزول في المغرب. أولا لم يحددهم، لم نقصد بهم الاستثمار، ونعرف بأن أي مشروع كيف ما كان قيمته هو مشروع استثماري. إذا هل يمكن أن أي محامي يمكن أنه يجي يأسس الشركة ويدير معها عقد وبناء عليه أنه يحصل على إذن بالمزاولة ويسجل في لائحة خاصة لدى هيئة من الهيئات؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن الفصل لم يوضح أشياء لها علاقة بمفهوم السيادة. هو هذا المحامي الأجنبي هل يخضع في حقه وواجباته للهيئة التي يتواجد أو يسجل في لائحة الخاصة، أم يخضع إلى المؤسسات المهنية للهيئة الأصلية التي يسجل بها؟ إذا رجعنا إلى الممارسة العملية، لأن هذا النوع من القضايا كانت مطروحة عندنا في المغرب في سباق السيارة القابضة، فزملاء كانوا من طبيعة الحال سجلوا في إطار القانون ماشي ليس في القانون 2008 وإنما في القانون 1993، ولهم مكتب خاص في المغرب، فغالبا ما كانوا يطرحون إشكالية هل يخضعون إلى السلطة المؤسسات المهنية الوطنية أم يخضعون إلى سلطة المؤسسات الوطنية التي يتواجد فيها بها مكتبه الأصلي. وكانت هناك تضارب فيما يخص العمل القضائي في هذه النقطة. إذن هذه النقطة كذلك لابد أن تم توضيحها في إطار النص القانوني لكي بالفعل نتحدث عن وجود مجموعة من القواعد القانونية تستحضر أولا أن المحاماة هي رسالة. نحن كمحامون مفروض أن نتشبث بهذه المبادئ لتحكم المحاماة على مستوى الحداثة، لأنها تضمن لكل الإنسانية بغض النظر عن الجنس أو الدين أو غيرها مجموعة من الحقوق، وهي حق المحاكمة العادلة وحق الولوج المستنير للعدالة. شكرا. شكرا.